المعارضة الأمريكية صوت الكابينات موافقا على توسيع مدروس لعملية رفح، ورفع نتنياهو العملية إلى قمة أجندته العامة طمعا بالنيل من صيد ثمين قبل نهاية الحرب التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق. هنجات حماس ويخيا سينوار بروشا نمتد بمنوسا مكوخو צה"ל. סינואר עובר ממסתור למסתור. הוא אינו מצליח לתקשר עם סביבתו. לא יזל استهداف قادة حماس العسكريين يشكل هدفا رئيسيا للحزب الإسرائيلي ولنتنياهو الذي لا يريد للحرب أن تضع أوزارها قبل أن يقدم للجمهور الإسرائيلي صيدا ثمينا مثل يحيى السنوار أو محمد ضيف، العقلين المدبرين لأحداث 7 أكتوبر، ليخوض مسلحا بإنجازه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بعد الحرب مباشرة. ولكن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كشفا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر لا يختبئ في رفح، وأن السنوار عاد لمراوغة القوات الإسرائيلية في خان يونس بينما تبحث عنه في رفح. المسؤولان الأمنيان لم يتمكنا من تحديد موقع السنوار حاليا، لكنهما استشهدا بتقييمات استخباراتية حديثة تشير إلى أن السنوار يوجد في أنفاق تحت الأرض بخان يونس على بعد 8 كيلومتر شمال رفح، بينما أكد مسؤول إسرائيلي ثالث للصحيفة أن السنوار لا يزال في غزة. الصحيفة أكدت أن إسرائيل جعلت القضاء على السنوار عنصراً أساسياً لتدمير حماس، فنشر الجيش لقطات له وهو يسير عبر نفق مع أفراد عائلته في فبراير الماضي. ولكن ورغم الادعاءات المتكررة للجيش الإسرائيلي بأنه يقترب منه، فإن الرجل ظل بعيد المنال. فبينما تقول إسرائيل إنها فككت 18 من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس، أعاد مقاتلو الحركة تجميع صفوفهم وانسحبوا إلى المناطق التي طهرها الجيش الإسرائيلي، وهو ما حذر منه المسؤولون الأمنيون بتأكيدهم على أن الجيش سيضطر لمواصلة لعبة القط والفأر مع حماس حتى تقدم الحكومة الإسرائيلية بديلاً قابلاً للحياة لحكم حماس، بحسب الصحيفة.